إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى مرضاة لله عز وجل، فمن اتقى الله رضي الله عنه وأرضاه، ومن كل خير أناله وأعطاه، وجعل له من كل هم فرجا، وجعل له من كل ضيق مخرجا، ويسر له أمره، ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا فيما يتعلق بدنياه، وأما ما يتعلق بأخراه فإن من اتقى الله جل وعلا قال ربنا فيه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المؤمنون، إن مما خلقنا الله عز وجل له الابتلاء والاختبار والامتحان. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلم يخلقنا جل وعلا عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله تبارك وتعالى يبتلي عباده بأنواع من الابتلاءات، سواء من خير أو شر. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أي أن الله تعالى يقول أنه يختبرنا ويمتحننا بالمصائب تارة وبالنعم تارة. يبتلي الله عباده بالشدة والرخاء، بالصحة والسقم، بالغنى والفقر، بالحلال والحرام، بالطاعة والمعصية، بالهدى والضلالة، لينظر جل وعلا وهو أعلم من يشكر ومن يكفر، ويعلم وينظر وهو يعلم من يصبر ومن يقنط. وجاء هذا مبينا في آية أخرى من سورة آل عمران، قال فيها تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالله تعالى يختبر العباد
بالسراء تارة، وبالضراء تارة، بالخوف مرة، وبالجوع أخرى، بنقص الأموال أي بذهابها أو ذهاب بعضها أو كسادها أو غرقها أو حلقها أو تلفها، ويبتلين ويبتلين بالأنفس كموت الأصحاب أو الأقارب والأحباب وسائر ذلك من أنواع الأمراض، ويبتلين بالثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها فتثمر أشجار دون أخرى، ولربما لا تثمر الأشجار أبدا ولا تثمر إلا شجرة واحدة. كل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن أصاب من صبر أثابه، ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال وبشر الصابرين، ولهذا قال وبشر الصابرين. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي. فدل الحديث عباد الله، دل الحديث أنما البلاء أو أن البلاء إنما يكون خيرا، وأن صاحبه محبوب عند الله إذا صبر على البلاء ورضي بالقضاء. ولهذا جاء في الحديث الآخر عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أفاد هذا الحديث أيضا أن العبد عباد الله يجري عليه من المقدور ما يكرهه، والواجب عليه أن يصبر لذلك، فمن صبر ورضي كان له الرضا، كما أنه يجب عليه أن يشكر السراء. وإن مما ينبغي عباد الله، إن مما ينبغي للعبد أن يلحظه وأن يشاهده وأن يحس به ويستحضره إذا أصابه شيء من المقدور المكروه الذي يكرهه، لا بد من أمور مهمة جدا تعينه على الصبر وتعينه على الرضا إذا أصابه مقدور يكرهه. أول هذه الأمور عباد الله توحيد الله جل وعلا، وذلك بأن يعلم العبد أن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، فهو جل وعلا يعلم الأشياء قبل خلقها وكتبها وشاءها وخلقها جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يكون في دنيا الناس إلا ما شاءه الله، فما هو كائن إنما شاءه الله، وهو الخالق الرب جل وعلا. فيجب عليك أن تلحظ ملحظ التوحيد، وهو أن تقر بالله ربا فهو الخالق الملك الذي بيده تدبير والتصرف في كل شيء، وهو معبودك بحق لا إله لك غيره، وقد اجتمعت فيه صفات الكمال والعظمة، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا الملحظ وهذا المشهد العظيم لما قال وإن أصابك شيء فلا تقل
لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وضبطها بعض العلماء قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. فلتشهد إذا أصابك مقدور تكرهه هذا الأمر، وهو أنك عبد لله، وأن تشهد توحيد الله عز وجل، وأن هذا الخلق لا يكون فيه إلا ما شاءه جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وإن من الأمور التي ينبغي مشاهدتها واستحضارها وأن تلحظها إذا أصابك مثل هذا، أن تلاحظ عدل الله سبحانه وتعالى. فالله قضاؤه حق، وهو الحكيم العليم، وقضاؤه وقدره على تمام القسط والعدل، فهو تبارك وتعالى يقضي بالعدل ويحكم بالقسط. وما ربك بظلام للعبيد، إني يقول تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فإن أصابك مقدور مكروه لك فلتشعر ولتستشعر ولتستحضر أن الله عدل، لا يجور في الحكم ولا يظلم في القضاء أبدا، فهو عدل في قضائه سبحانه. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لنا لهذا الملحظ والمشهد العظيم، فعلمنا دعاء يزيل الهم والغم والحزن. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. هذه الخمس ترجع في جملتها إلى الملحظ الأول، توحيد الله جل وعلا. عدل في قضاؤك، فقضاء الله جل وعلا عدل وقسط، هذا مما ينبغي عليك أن تستحضره أخي المسلم. وأما الملحظ الثالث والمشهد الثالث، فهو أن تستشعر أن الله رحيم بالعباد. ربنا تعالى قال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري ومسلم. فاعلموا عباد الله أن هذا المقدور الذي يصيب الواحد فينا وهو يكرهه وهو مكروه، هذا المقدور إنما قدره الله، وإن رحمة الله في هذا المقدور غالبة على غضبه وعلى انتقامه، لأنه تعالى ذكر كما علمنا عليه الصلاة والسلام أنه كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. فأي مكروه وأي مقدور تكرهه، فاعلم أن الله في تقديره لك ذلك أنه غلب جانب رحمة على الغضب في ذلك المقدور. فهذا مشهد ثالث ينبغي عليك أن تستحضره، مما يعينك على الرضا والصبر بمثل هذا، فتكون عليها خير ويكون لك الرضا كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاث مشاهد
أو ثلاثة مشاهد ينبغي استحضارها بمثل هذا المقدور، وتتلوها ثلاث أخرى يأتي ذكرها بعد حين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، مما ينبغي على العبد أن يشهده وأن يلاحظه إذا جرى عليه مقدور يكرهه أن يلحظ حكمة الله جل وعلا، فهذا المقدور إنما قدر لحكمة عظيمة، حتى ولو غابت عنا فإن الله تبارك وتعالى يعلمها سبحانه عز وجل. وليس من العقل عباد الله أن ترى هذا الكون وهذا الخلق وكل ما خلقه الله ترى فيه وتعلم الحكمة فيه وتقر وتسبح وتكبر الله لهذه الحكمة العظيمة التي جعلها في مخلوقاته، ولكن إذا ما وقع شيء واحد أمام هذه الملايير أو البلايير من المخلوقات التي تعلم حكمتها، إذا وقع شيء واحد غابت الحكمة عنك أن تطعن في قضاء الله. ليس هذا من العقل، وإنما قل لحكمة يريدها أرادها يعلمها وأنت تجهلها. ولهذا يقول العلماء أن فيما شرعه الله من أحكام شرعية قد يوجد فيها ما تحير فيه العقول، لكن لا يوجد ما تستحيله العقول. هذه الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا قد تطالع بعض أحكامها فيحير عقلك، لماذا هذا الحكم ولماذا هذا الشرع ولماذا هذا التفصيل المعين؟ قد يقع وتقع في حيرة لا تجد جوابا، ولكن هل يوجد فيها شيء تقول هذا مستحيل؟ لا يوجد فيها أبدا. فالله جل وعلا قضى وقدر لحكمة بليغة كان ذلك المقدور الذي قدره، ولم يقدره سدى ولا قضاه عبثا، بل لحكمة يعلمها. وإن مما يدل على ذلك أن الكثير من الآيات القرآنية التي ذكر الله فيها خلقه أو أمره، أي ذكر الأمور الشرعية أو ذكر الأمور الكونية، يختمها الله بقوله أو بذكر اسميه عليم حكيم أو حكيم عليم. قال العلماء يشير المقصود من ذلك أن الله تعالى لما ذكر هذا الحكم الشرعي أو هذا الأمر الكوني فإنه قدره وشرعه لعلم يعلمه وحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فمن اهتدى إليها ازداد إيمانا، ومن لم تظهر له فليسلم أمره إلى الله، فقضاؤه وقدره كله تعالى لحكمة أرادها. ومن المشاهد التي ينبغي ملاحظتها كذلك هو حمد الله جل وعلا، أن تحمد الله، فالله تعالى له الحمد التمام في من كل وجه وفي كل حين وعلى كل حال. قال تعالى الحمد لله رب العالمين، فجميع أنواع المحامد والحمد باستغراقه جميعا كله لله تعالى، بل ذكر جل وعلا في كتابه أنه محمود في كل زمان ومكان وحال. قال تعالى وله الحمد في الأولى وفي الآخرة، من الزمن الأول إلى آخر الزمان له حق الحمد سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وله الحمد في السماوات
وفي الأرض وعشيا وحين تظهرون. ففي كل زمان وفي كل مكان يحمد جل وعلا. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، علمنا ما ندعو به إذا رأينا ما نحب أو رأينا ما نكره. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. رواه ابن ماجه. ومن الأمور التي ينبغي مشاهدتها وملاحظتها وهو الأمر السادس، أن تشهد أنك عبد لله جل وعلا، فأنت عبد محض من كل وجه للرب تبارك وتعالى، الخالق الملك المعبود بحق. فتجري عليك أحكام الله كما تجري عليك ما قضاه الله تعالى بحكم كونه جل وعلا الإله الملك الخالق الرب الذي بيده التدبير وتصريف كل شيء، وأنت ملكه وعبده، وأنت تجري تحت أحكامه القدرية كما يلزمك أن تمتثل أحكامه الشرعية الدينية. وهذا مشهد عظيم، متى أحس به العبد واستحضره رضي بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ورضى بقضاء الله ورضي بقضاء الله تعالى وقدره. ولهذا جعل الله تعالى هذا الوصف وهو وصف العبودية من المقامات العالية ومن الدرجات السامية، بدليل أنه وصف نبيه بالعبد في أعلى المقامات. قال جل وعلا في مقام الوحي: سبحان الذي أسرى في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام إنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام تحدي الكفار: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام الدعوة إلى الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه وصفه بالعبد في أعلى المراتب وأعلى الدرجات، مما يدل على أن وصف العبودية شرف عظيم. ولهذا اختاره عليه الصلاة والسلام لما خير بين عبد رسول أو ملك نبي، وأشير إليه أن تواضع فقال: بل عبد رسول. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تبالغوا في المدح والثناء وتجاوزوا الحد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذه عباد الله ست مشاهد، متى ما أصابك مقدور تكرهه ينبغي عليك أن تشهدها وأن تستحضرها: توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل، وعدله سبحانه، وحكمته سبحانه، ورحمته تبارك وتعالى، وحمده تبارك وتعالى. ثم أمر أخير، وهو أنك عبد محض لله عز وجل، هو الرب الملك، وأنت تجري عليك أحكامه القضائية والقدرية، ويجب عليك أن تمتثل أحكامه الشرعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا جميعا، نسأله جل وعلا أن ييسر أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة، ونسأله جل وعلا ممن إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر، نسأله جل وعلا ممن إذا ابتلي رضي فله الرضا، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.